في إطار التعاون بين الشركة المتحدة وكمان وزارة التعليم العالي، تم التنسيق على مشاركة عدد كبير من طلاب الجامعات من جميع أنحاء الجمهورية، تقريبا 600 طالب يوميا، طالب جامعي يوميا هيشاركوا في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. تفاصيل أكثر واللقاءات مع الطلاب أجراها زميلنا نتابع. وصلت أول رحلة طلابية جامعية لمدينة العالمين الجديدة للمشاركة في فعاليات مهرجان العالمين. الطلاب شاركوا في عدد من الأنشطة التنموية والتوعوية والترفيهية اللي بتأتي في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة التعليم العالي، واللي بتستمر طوال أيام المهرجان. والله احنا من ساعة ما جينا هنا الأجواء هنا جميلة جدا، المدينة جميلة جدا، يعني حاجة محترمة، حاجة المصريين كلهم يفخروا بيها، وبنشكر طبعا السادة المسؤولين والقائمين اللي عملوا المكان العظيم دوت، واحنا مستمتعين جدا بالبطولة، وجينا والحمد لله ولعبنا وانبسطنا وخدنا في البطولة في الآخر. التكريم جميل والله، والوزير سمع لكل طلباتنا وكان لطيف جدا معانا وتصور معانا ونزل لعب معانا كمان، واحنا مبسوطين جدا. والله المدينه دي من اجمل المدن على مستوى مصر وان شاء الله على مستوى الشرق الاوسط، مدينه ساحليه جميله. ارجو ان الناس كلها تيجي وتشوف المكان الرائع اللي موجود عندنا هنا، الموجود عندنا هنا في مصر. مدينه قضينا يومين حلوين جدا في مكان من احسن المناطق الساحليه على مستوى جمهوريه مصر العربيه. مدينه جديده، مدينه جميله، رجاء ان الناس كلها تيجي هنا وتشوف مدينه العالمين الجديده. والله احنا الحمد لله حصلنا على البطوله وخدنا المركز الاول، وتكريم على اعلى مستوى يليق بالمكان اللي احنا متواجدين فيه، مدينه العالمين الجديده. 6 جامعات باجمالي 150 طالب وطالبه شاركوا في انشطه الفنون التشكيليه لتصميم رسومات مستوحاة من المشروعات التنموية لمدينة العالمين الجديدة، بالإضافة لرياضة كرة القدم، وكمان مشاركة فريق كورال جامعة بنها بباقة من الأغاني والفنون الموسيقية المختلفة. المهرجان مميز، يعني في حاجات كتير حلوة، الناس برضو يعني على أعلى مستوى بصراحة، يعني واحنا يعني كلنا اخوات، يعني كلنا في بعضينا. يعني كسبت في مسابقه الفنون التشكيليه، النهارده كنت بعبر عن حاله بتعيشها فلسطين مؤخرا اسمها اصحاب الارض. اصحاب الارض كنت بمثل فيها البطل الام الفلسطينيه بالزي التقليدي، وبنتها واقفه معاها هي المستقبل بتاع فلسطين، بتتطلع ليها لحاله الجلد والصبر اللي هي فيه بتعيشه. يعني الوزير والشركه المتحده فعلا دعمنا جدا، والاجواء فعلا رائعه جدا في العالمين، وفعلا ساعدتنا ان احنا نبدع، والقعده جدا جميله جدا. هي فعاليات كويسه والله، ومشكورين عليها، يعني ان هم بداوا يهتموا اكتر بالجانب الترفيهي للشباب يعني هنا في مصر، وان هم عايزين يطلعوا كوادر شابه تنافس بره في دول العالم الثانيه. شاركت بعمل فني في اتجاه الاشغال الفنيه والاشغال اليدويه، اشغال خشب وجلود وخيوط، واخترت اتجاه العالم عالمين، ان انا ادمج ما بين القضيه الفلسطينيه والتراث المصري القديم. وشاركت عن طريق الجامعه، رشحوني بان امثل كليه التربيه الفنيه وجامعه المنيا. اشتغلنا كل يوم، كنا من الساعه 4 حوالي لحد الساعه 10 بالليل بنشتغل كجروب. الشغل ممتع جدا، والحمد لله النتيجة مبشرة، مركز تاني. المشاركة الطلابية في المهرجان بتأتي في إطار حرص الدولة على مشاركة الطلاب للتعريف بالمشروعات القومية المختلفة والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والتثقيفية. محمود جميل، صباح الخير يا مصر.